الأخت أم أحمد من تونس، تفضلي أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا كان عندي مشكلة كبيرة وفي تونس مع الناس كثير من المفتيين، يعني حتى أعرف الجواب. بالله عليك تفضلي يعني أم أحمد. أنا أدرس في مدرسة فيها اختلاط مع ناس من مدارس أخرى، يعني من فيها اختلاط في تونس، وأمي عندها مريضة بالأعصاب وضغط الدم وكثير الأمراض. أنا قلت لها 4 مرات أني سأتوقف عن الدراسة، ومع العلم أنا ممتازة، أنا الأولى في المنطقة اللي أنا فيها الكل. فبدأت تتعلم الكلمات، ويعني ممكن يصيبها شلل ولا أي حاجة. فهل أنا واجب عني أني أترك الدراسة في هذه الحالة ولا لا؟ طيب واضح، تسمعين الإجابة الآن بإذن الله تعالى. أختي أم أخت أم أحمد من تونس تحدثت عن الاختلاط في تونس، تقول هي ترمي أن تتوقف عن الدراسة لما تشاهد، ووالدتها ترفض ذلك، والدتها مريضة أعصاب، تخشى أن تترك الدراسة ويؤثر عليها، وتخشى أن تستمر وتأثم. ما توجيهك ونصيحتك لها يا شيخ؟ والله هي إذا اختارت أن تبعد فهذا خيارها، ما أملك أن يقول في ما تختاره شيء. هي أخبر بحال قلبها، لأنه عندما نتكلم كلاما عاما فنحن لا نقصد الأفراد، لأنه قد يكون عند بعض الناس من الأحوال ما يستوجب أن لا تنطبق عليه هذه الكلمات العامة. الكلام العام أنه ينبغي الأصل في التعليم أن يفرد النساء عن الرجال والإناث عن الذكور، هذا هو الأصل وهذا هو الأسلم من كل جهة علمية وتربوية ودينية واجتماعية، هذا بالتأكيد. لكن طغت القيم الغربية على كثير من المجتمعات، حيث سووا بين الرجل والأنثى، ومن ذلك خلطهم في 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 التعليم على وجه لا تتوقع أخطاره. في مثل هذه المجتمعات التي لا يملك الإنسان أن يتعلم إلا من خلال هذه الوسائل، تقدم جواب قريب، وأنه إذا اضطر الإنسان إلى مثل هذا بوجود الحاجة العامة ولا سبيل إلى التعلم إلا من خلال هذه القنوات التعليمية، فعند ذلك الأمر في هذا بين تسديد ومقاربة. لا بأس بأن يدرس الشاب والذكر والأنثى في 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 مثل هذه المدارس التي لا يجد غيرها، ولا يمكنه التعليم ولا التأثير في المجتمع ولا الاكتساب والارتزاق إلا من خلال هذه الوسائل التعليمية، فعند ذلك لا حرج. لكن الواجب على الذكور والإناث أن يتقوا الله تعالى وأن يبعد كل منهما عن مواطن الفتنة. هذا من حيث التأصيل العام. لكن لما أنا أجي والله وأدخل للمدرسة وأجد أنه سيفسد ديني وستخرب أخلاقي وسلوكي بسبب هذا الاختلاط، هنا هذه حالة خاصة، يفعل الإنسان ما يراه مناسبا وصالحا له، ولو كان ذلك بالترك. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، كما قلنا اضطرارا يجوز الدخول في مثل هذه مع وجوب البعد والاجتهاد في تجنب إشكاليات الاختلاط. أيضا لما يكون الشخص يقول والله ما أقدر، أنا سأفتن في ديني، يا أخي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال المسلم في آخر الزمان غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر الشاهد، قوله يفر بدينه من الفتن. فكل إنسان يفر بدينه من الفتن، هذه منزلة عليا وكبرى والناس يتفاوتون فيها. فإذا خشيت على نفسها فلتتجنب، لأنه واضح من يعني طريقة طرحها أنها تجد مشكلة في 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 التعليم المختلط، وأنها لا تستطيع أن تحفظ نفسها أو أن تتوقع أخطار هذا التعليم. عند ذلك سلامة الدين مقدمة على أي شيء آخر. وما يتعلق بوالدتها تحاول أن تقنعها، وتحاول أن تشرح لها الأمر بطريقة ما تصدمها، فإذا لم يكن لها سبيل إلا أن تغضب عليها ففي هذه الحال غضبها في غير محله، ولا إثم عليها في غضب والدتها. أسأل الله أن يصلح الحال وأن يعين القائمين في تونس وفي غيرها من بلدان المسلمين على توفير محاضن نقية لأمثال هؤلاء الفتيات وأيضا أمثال الشباب. أنا أعرف أن هذه المشكلة ليست خاصة بالفتيات، حتى الشباب، بعض الشباب يترك التعليم لأنه ما يقدر، لا يستطيع.
تضع النار بجوار الوقود وتقول لا تشتعل، ما يمكن هذا. وكما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، هذا من أعسر ما يكون. أسأل الله أن يهدي القائمين على تعليم المسلمين وأن يعينهم على الفصل. والعجيب أنه الآن الفصل يعني تعود له بعض المحاضن التربوية والتعليمية في في, في 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 الدنيا كلها في الغرب والشرق، ويرون انه من خلال الدراسات انه الفصل اسلم لنفسية الطلاب واعول لهم على الادراك والاستحضار. ولازلت اذكر ان وزيرا للتعليم العالي في دولة كبرى من دول العالم الاسلامي الذي الاختلاط فيه يكون من اول مراحل التعليم من الابتدائي، قال وسمعته بأذني، قال الدراسات تؤكد من خلال، وهو وزير يعني مسؤول وله خبرة في 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 هذا المجال التربوي، الدراسات تؤكد أن فصل الذكور عن الإناث هو الأنفع والأصلح في التعليم. فلما من أوائله، فلماذا هذا الذي نشاهده من الخلط ومحاولة الخلط للتعليم في بلاد المسلمين، سواء كان ذلك في مستوياته العليا أو في مستوياته الدنيا؟ أحسن الله إليكم يا شيخ.